حكم زيارة المرأة للمقابر وما ضوابطها؟ تجوز زيارة النساء للمقابر بضوابط، منها ألا تكون هناك فتنة ولا تكون هناك بدعة. وقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن، وقد قالت عائشة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وحديث الرسول عليه الحديث المنسوب للرسول: لعن الله زوارات القبور، من العلماء من يضعفه ومنهم من يقول بأنه منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وحديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي سألها: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت: من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. فقال: هل بلغت معه المقابر الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك.